قال مصدر رفيع من حزب الله أن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين مقطوع منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية يوم الجمعة. وأكد المصدر أن الحزب لا يعلم إذا كان صفي الدين الزعيم المحتمل الجديد لحزب الله موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية، كما لأنه يعلم من كان يرافقه في تلك الأثناء. هذا وأعلنت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية أن الضربات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أمس تمنع رجال الإنقاذ من تنشيط موقع الضربة الإسرائيلية. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف صفي الدين الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي قتلته إسرائيل.